مرحبا بيكم في الفقرة الأخيرة اللي هنتكلم فيها زي ما نوهنا في بداية الحلقة عن ملفات عديدة. بنتكلم طبعا قاريا وعالميا، عندنا ماتش السوبر يوم الأربعاء، كمان عندنا ملف أمم أفريقيا اللي ما بينتهيش بصراحة، ومصير الدوريات كمان في أوروبا. كل ده مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير يلا كورة. صباح الفل. صباح الفل عليكم. لسه مش صاحي اصلا. هيصحى معانا في الكلام يعني. بص تعالى نصحصحه في البدايه بملف تاجيل امم افريقيا. وامبارح طبعا زي ما انت عارف اكيد كان في اجتماع عاصف في المكتب التنفيذي لاتحاد الكره. ايه رايك في الجدل اللي حاصل ده ما بين مؤيد ومعارض؟ طبعا هي المشكله الاساسيه كلها ان الكاميرون يعني بقى لها كذا سنه عليها جدل كبير، هل هتقدر تستضيف ولا لا. البطولة قبل كده اتسحبت وراحت ما بين مصر وجنوب أفريقيا، ومصر اللي نظمتها. طبعا أمم أفريقيا توسعت بقت 24 منتخب بدل 16، فده بيتطلب ملاعب أكبر للتدريب وملاعب تتوفر في البلد نفسها للمباريات وفنادق، يعني بتحتاج يعني شغل إضافي طبعاً. مع أن الكاف جه فترة قال أن البطولة نفسها هتتلعب في الصيف بدل الشتاء، طبعا ده عشان خاطر انديه اوروبا بتعترض على فكره الشتاء وان اللعيبه بتاعتها بتسيب عدد كبير من المباريات. فجي ان الكاميرون قال لك ان الوضع في الصيف هيبقى صعب بالنسبه لها فننقلها الشتاء. فجي الاعتراضات دلوقتي على موضوع الشتاء، فبيحاولوا يدخلوا موضوع كورونا. جه الفيفا راح مبوظ الدنيا لما اعلن مواعيد كاس العالم للانديه وقال هي دي المواعيد المتاحه. ظهرت مشكله الاهلي، فالموضوع فيه تضارب كبير. أندية أوروبا هي الأساس، إن هي الفكرة إن هم مش حابين إن اللعيبة تخرج من الدوريات والأندية عشان تروح تلعب كأس الأمم. الفيفا بيحاول إن هو ما بين كأس العالم الأندية ميعادها يفضل مستقر وما بين يرضي أو يعني يدي زي حاجة لأندية للدوريات الأوروبية عشان بعد كده لما يجي يعمل القصة بتاعت كأس العالم كل سنتين يبقى فيه مرونة. فطبعا كل ده الاهلي في النص هو طبعاً. دخل في الازمه يعني من غير ما هو يكون اصلا طرف فيها. بس دلوقتي لو حصل خلاص واتنظمت كاس الامم الافريقيه دلوقتي هنعمل ايه؟ الانديه الاوروبيه هتعمل ايه؟ هتوافق ان لعيبتها تروح ولا لا؟ هيبقى في صدام ده اكيد، ولكن الكاف دايما بيبقى حاطط زي رولز معينه. لو النادي رفض مثلا ان هو يعني لو هندي مثل على مصر، مصر بعتت لليفربول ان هي عايزه محمد صلاح. لو ليفربول قال لا مش هنبعت محمد صلاح هتبقى هنا مشكله ان ليفربول وفقا للقواعد او الرولز ما ينفعش اصلا يلعب محمد صلاح طوال الفتره بتاعت مشاركه مصر في كاس الامم، ولو لعبه يبقى فيه مشكله. فهنخش في جدل كبير، نتكلم بقى في عدد كبير من اللعيبه. بس يحق ليه ان هو يروح؟ يعني دي النقطه الفاصله، يحق للاعب هنا ان هو يروح. ما هو اللاعب لو نادي رفض هيبقى فيه مشكله. هل هي يعني النادي بتاعه قال له ما تسافرش هيبقى فيه مشكله. فهي دي اللي انا اقصده، ان هو هيبقى فيه زي صدمات ما بين اللعيبه والانديه. طب اللعيب ممكن في لعيبه تقول طب خلاص احنا هنعتذر للمنتخبات، فده هيحط اللعيبه نفسها في وضع حرج طبعاً. مع الجمهور بتاع المنتخب، فهيبقى الوضع صعب جدا. طبعا لان هي المشكله كلها ان البطوله في الكاميرون عدم الانتظام ما بين هي هتلعب في الصيف لا هتلعب في الشتاء. هي كان المفروض 2021 لا تتلعب 2022. اي تاجيل لو بقت لو اتاجلت للصيف هنرجع لنفس المشكله. طب ما هي كانت كده في الصيف. ما هو مش كده كده الفتره دي بصفه خاصه في اوروبا كلها، نظرا طبعا ل ان الكورونا بمستجداتها بمتحوراتها الدنيا مقلوبه هناك. ف يعني حتى ممكن يبقى وارد الغاء بعض الدوريات زي ما حصل قبل كده في 2020. يعني اعتقد ان فكره الالغاء دي في 2020 دي كانت الاستثناء، وحتى في 2020 اللي لغوا دول بسيطه قوي اللي لغت. لو تفتكر الدوري الانجليزي جه كمل، الالماني كم، الدوريات فرنسا لغت كملوا كلهم من غير جماهير بالظبط. فدلوقتي لا، ده احنا حتى دلوقتي انجلترا بيأجلوا ماتشات، ولكن الماتشات اللي بتتلعب بجماهير كامله، لان بيقولوا الجماهير اللي بيحضر الماتش هو واخد اللقاح ثلاث جرعات، واللي مش واخد اللقاح بيعمل البي سي ار قبليها ب 48 ساعه. المشكله في اللعيبه والاجهزه الفنيه، لان في لعيبه رفضت ان هي تاخد لقاح فيروس كورونا لاسباب مختلفه، ودي عامله مشاكل كمان في الانديه ان هم مش قادرين يعني عايزين حتى يعملوا حاجه تجبر الناس او تجبر اللعيبه ان هي تاخد اللقاح. فدي في اوروبا بيلعبوا، فلو هتيجي تقول طب هنروح الكاميرون مش هيلعبوا عشان كورونا. فالموضوع كله دلوقتي يعني عشان طبعا الناس كلها تبقى واخده بالها، هو خلاص في مرحله الحسم. ايه الخطوه الموجوده حاليا؟ ان رئيس الاتحاد الافريقي رايح الكاميرون، هيقعد مع الناس في الكاميرون مع صامويل ايتو، وهو ده المخرج الوحيد سواء يقدر يقنعهم
كرئيس الكاف بوجهه نظر فيفا في تاجيل البطوله، ولا صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد يقدر بقى ان هو حاليا بيحاول يحشد، يعني هو قدر ان هو يحشد المكتب التنفيذي بشكل او باخر الناس في الكاف، وفي رفض بالاجماع على تاجيل البطوله. كل المعلومات الوارده ان اللي بيحاولوا موضوع التاجيل هم اعضاء المكتب الافارقه، اعضاء المكتب التنفيذي في الفيفا، ولكن اعضاء مكتب التنفيذي بتوع الكاف نفسهم في رفض بالاجماع. فهي المعركه خلال الايام اللي جايه، هل في رئيس الكاف هيقدر يقنع الكاميرون باي حل لتاجيل البطوله في الصيف؟ هنبقى نفس المشكله بتاعت لما تاجلت للصيف، لو تاجلت للشتاء اللي جاي هنضطر ان احنا في بطوله الكاميرون اصلا اللي هي 2023 هتتلغي، يعني هتتلغي ولا ايه؟ طيب. لا عشان تلغي بطوله ده صعب، لكن هي هتقول ايه؟ هنلعبها في 2023، يبقى ده معناها ترحلي كوت ديفوار 2023 ل 25 طبعا، وفيلم كبير كده يعني. فهنشوف، احنا مستنيين. المهم ان الاهلي للاسف في كل الموضوع ده هو اللي متضرر، والموضوع مش بايده، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل يعني. بالظبط. انا هاخد برضو من الموضوع ده اروح شويه للعيبه الدوليين بتوعنا، ولو هنتكلم عن طبعا مصر تونس المغرب، بس انا هركز على مصر كمشاركتهم برضو في كاس العرب. هل انت بتشوف ان خرجوا منها يعني في نتائج سلبيه ولا نتائج ايجابيه؟ وانا بتكلم كمان على الشق النفسي، يعني ان احنا شفنا قد ايه كان في برضو حاجات غريبه او يعني بعض النقاط اللي عليها علامات استفهام اللي كانت بتحصل. طبعا هي ابرز مشكله اللي كل الناس اتكلمت فيها مشكله محمد مجدي قفشه، لانه يعني واضح للجميع ان كارلوس كيروش مش معتمد عليه، او شايف من وجهه نظره ان قفشه مش مناسب لطريقته. فدي اكيد فيها مشكله للاعب ان هو يبقى موجود وحاسس ان هو ملوش دور، خصوصا لعيب زي قفشه احد افضل اللاعبين في الدوري المصري، ما كانش هو افضلهم في الموسم الماضي يعني. طبعا محمد شريف ما بين سترايكر ولا جناح، فاكيد دي من الحاجات السلبيه اللي هي بالشكل المعنوي، ولكن دي اكيد الجهاز الفني للنادي الاهلي يقدر يتعامل معاها بشكل. ولكن هي المشكله الرئيسيه هي الجانب البدني، حتى الجانب النفسي لو هنتكلم عمرو السولية او المنتخب حقق المركز الرابع، دي امور في الكوره طبيعيه يعني، وارد بتخسر مباراه، بتبقى مش موفق في مباراه وموفق في مباريات اخرى. ولكن هي المشكله الابرز، حتى لو الناس ركزت في اللايف بتاع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، الموسيماني بيتكلم مع اللعيبه، هو بيسالهم على اول حاجه، بيسالهم انت كويس، رجليك كويسه، قادر. فهو ده ليه؟ لان الشناوي تعرض لاصابه وكان لعب كل الماتشات، حمدي فتحي تعرض لاصابه خلال البطوله ولعب لحد الاخر، عمرو السوليه لعب كل الماتشات وكل 3 ايام ماتش غير الدوري، ففي ارهاق جامد جدا، في اصابات. النهارده طبعا النشره بتاعت النادي الاهلي كلها اشاعه مجدي قفشه، اشاعه الاكرم توفيق، ايمن اشرف، لازم الاطمئنان. الموضوع صعب جدا، بتتكلم في 5-6 لعيبه من الاعمده الرئيسيه، ولكن يعني بنقول الحمد لله قائمه النادي الاهلي قائمه متنوعه، المجلس الاداره عمل تدعيمات مميزه جدا. ان شاء الله لو في لعيب غايب، الموجود مكانه هيأدي بنسبة 100%. بالمناسبة، رأيك كيف أداء لعيبة النادي الأهلي الدوليين يعني مع منتخباتهم طبعا زي تونس والمغرب؟ يعني لو بنتكلم علي معلول، هو طبعا أول مباراة لعب شوط، وواضح أنه كان متأثر شوية بالإصابة فما كملش، ولكن لما نزل في المباراة النهائية الشوية اللي لعبهم اطمنا عليه أنه هو سليم، وكمان يعني هو حرك الدنيا. كل الهجمات تقريبا بتاع تونس في الفترة اللي كانوا بيحاولوا يتعادلوا فيها مع منتخب الجزائر كانت عن طريق علي معلول، ولكن المنتخب التونسي لم يحالفه يعني التوفيق. بدر بنون طبعا بسم الله ما شاء الله في البطولة بشكل عام، عامل أداء جيد، واحد يعني مدافع وجايب تقريبا ثلاث أهداف، منهم هدف مباراة الجزائر يعني، كان وهي مباراة قوية جدا طبعاً. كمان كان بدر بنون عنده باد لك في اخر كام مباراه مع الاهلي، لما بيجي ينفذ ركله جزاء بتتصد او بتضيع. في البطوله دي استعاد تاني فكره ان هو مسدد جيد لركلات الترجيح. فلا، بدر بنون الحمد لله اطمنا عليه في البطوله، علي معلول اطمنا ان هو الحمد لله سليم. لعيبه منتخب مصر المشكله زي ما قلنا كلها تتعلق بالاجهاد، ان شاء الله اليومين دول مع الامور في قطر طبعا والاستشفاء هناك كل حاجة على أعلى مستوى، نتمنى إن شاء الله كل اللعيبة تستعيد وكله يبقى جاهز لمباراة السوبر إن شاء الله. بس إحنا هنتكلم في كذا حاجة مع بعض وهنرجع ونروح يعني زي ما إحنا متعودين. النهاردة القايمة بتاعت المنتخب كيروش يعني أعلن عنها،
زي ما احنا عارفين 40 اسم، بس طبعا في 12 هيتم استبعادهم، مع 25 زائد الخمسه اللي هم عشان اصابات كورونا هنبقى 28. كلام جميل. طيب ايه هي الاسامي او مين الاسامي اللي انت شايف ان هي ظلمت ان هي لم تنضم لهذه القائمه؟ يعني مش هنقدر نقول ظلمت، ولكن من خلال وجهات نظر المدرب يعني مثلا لاعب زي حسين الشحات كان ممكن يبقى موجود حتى في القائمة المبدئية كأوبشن، بما ان طريقة اللعب بتاعت كيروش تعتمد على شوية لعيبة فيها أجنحة ولعيب صاحب خبرات. بنتكلم طبعا عن لاعب ممكن بحجم طارق حامد، برضو لعيب جيد في مركزه كان ممكن يبقى ليه دور، ولكن في النهاية هي وجهة نظر مدرب يجب ان تحترم، ده مفروغ منه. بس احنا بنتكلم بنشوف الاداء، يعني في ناس فعلا انضمت، احنا لسه كنا بنقول انا وكريم ده في الانترو، في ناس انضمت كنا فرحانين بيهم جدا وادوا فعلا على الارض بشكل كويس، بس ما كانوش ضمن اسامي القائمه. فاحنا مجرد عايزين يعني نفهم الفكرة، نستفهم الفكره يعني بوضوح ان القائمه اصلا مبعوثه قبل كاس العرب. يعني كيروش نفسه في المؤتمر الصحفي اللي قبل السفر لقطر هو قال احنا بعتنا 40 اسم قائمه مبدئيه، بس طبعا ما قالهمش قال احنا بعتنا ال 40 اسم القائمه المبدئيه بتاعت امم افريقيا مش هنقدر نغير فيه من الاسباب، ما هي في مواعيد. ايوه فهو الميعاد كان وقتها لازم يبعت، هو الاعلان دلوقتي طبعا ده هو اعلان متاخر لان ممكن يكون ما حبوش يعلنوا وقت كاس العرب عشان لان في كمان اختلافات كبيره. طبعا في مشكله كان وقتها لاعبي نادي بيراميدز كان عندهم ماتشين فتم استبعادهم من البطوله العربيه، ف لو كان هياخد خمسة أو ستة من بيراميدز هو عوضهم بعدد تاني من لعيبة من أندية أخرى، يعني مثلا الكلام على حسين فيصل أنه مش موجود في قائمة أمم أفريقيا، هو أصلا لو كان في لعيبة بيراميدز موجودة مع في كأس العرب كان ممكن وارد جدا حسين فيصل وأسامة فيصل وأكثر من لاعب ما يكونش أصلا موجودين في قائمة كأس العرب، فدي كانت فرصة ليهم. فهي القائمة مبعوثة من قبل كأس العرب، فأي حد حتى لو كان خد احسن لعيب في كاس العرب يعني فيصل ده نفسه كان كويس جدا يعني، ما الناس كتير قالت لك خساره يعني. هم 40 لعيب هيبقوا 28 فهيفضلوا القوام الاساسي. في النادي الاهلي في 8 لعيبه طبعا، يعني لعيب محمد هاني ما كانش موجود في كاس العرب متواجد في القائمه، فده برضو واضح ان هو كان في الحسابات، واكيد ممكن تدي له فرصه ان هو في المباريات اللي جايه تالق عشان يبقى موجود في كاس الامم. طب انت شايف المنتخب بوضعه الراهن مطمئن بالنسبه لك انت شخصيا بالنسبه للي جاي امم افريقيا وتصفيات المؤهله لكاس العالم الى اخره؟ هو المشكله ان حاليا في كلام كتير على المنتخب، وده هو ده اللي عامل مشكله. ليه الكلام الكتير؟ لان زي ما بنقول طريقه المدرب هو بيلعب بطريقه معينه باختيارات معينه بتحس ان فيها اختلاف عن طبيعه اللعيبه دي في انديتها، يعني زي ما بنقول محمد شريف الناس كلها متعوده ان هي بتشوف سترايكر بيشوفوه جناح، فحتى مع المنتخب مش افضل حال طبعا. نفس الامر ان هو عشان في طبعا في كاس العرب كان في تجارب كتير في ولعب في بعض المراكز فالناس مشتته، فهنا جاء الانتقاد. هو كاس الامم الافريقيه هو ده اللي احنا هنشوف فيه المفترض شكل المنتخب اللي هو الاساسي او الاداء اللي هو ده المفروض ان كيروش استقر عليه عشان خاطر الماتشين بتوع مارس. كاس الامم مهمه جدا، هو حتى كيروش قبل كاس العرب كان بيقول يعني في المؤتمر فيما معناه كاس الامم طبعا بطوله مهمه ولكن انا بالنسبه لي الحلم الاساسي كاس العالم، ولو خيرت الناس ما بين كاس الامم وكاس العالم اكيد ناس بتقول لي كاس العالم، ولكن هو ما يعرفش ان الناس هنا بمجرد بمجرد ما كاس الامم هتبتدي زي كاس العرب الناس مش هتقول لا احنا عايزين كاس العالم، لا الناس هتقول احنا عايزين دلوقتي كاس الامم. وقائمة منتخب مصر هنتكلم قائمة منتخب فيها 8 محترفين وعندك لعيبة من النادي الأهلي وعندك لعيبة من نادي الزمالك اللي هم الأفضل في أفريقيا حاليا، النادي الأهلي بطل أفريقيا سنتين متتاليتين وتالت عالم للأندية، فالنهاردة أكيد مش الجمهور أو الشعب المصري مش هيقبل إن يلاقي فريقه بيخرج من دور ال 16 مثلا لا 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 زي نسخة 2019، فهنا هيبقى فيه مشكلة كبيرة. فنتمنى إن كيروش يكون جرب براحته في كأس العرب، شاف اللي شافه، شاف ان اللي هو مثلا بيلعبه جناح مش هينفع جناح لازم يلعبه سترايكر او لعيب او وسط الملعب عنده لو في مشكله يبقى هو حله، الجانب الدفاعي بتاعنا او الثبات بتاع المنتخب موجود وفي شكل الى حد ما للمنتخب، ولكن الجزء الامامي بتاع المنتخب الهجوم ده في مشكله كبيره. نتمنى بقى مع وجود المحترفين الامور دي تتصلح، هو مفيش اوبشن تاني خلي بالك مفيش رفاهيه يعني الموضوع ده يعني في الاخر المنتخب ولازم يعني الناس كلها مجرد ما مصر طبعا. اول ماتش هتلعبه كله يعني هيبقى متاثر ومحتاج ان مصر تكسب البطوله يعني. على كل حال احنا لسه كلامنا مخلص، هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل.
اهلا بيكم مره ثانيه عوده لضيفنا العزيز اللي منورنا استاذ ايمن جلبرتو. وعايزين بقى برضو ايه قبل ما الكلام ياخدنا برضو نشوف ايه الاجواء من وجهه نظرك بالنسبه للسوبر الافريقي، ومين الاكثر استعدادا سواء كان بدنيا او نفسيا، احنا ولا الرجاء؟ يعني تقريبا الاستعدادات متساويه. طبعا كاس العرب جت في النص كده، فطبعا الانديه كل نادي خسر بعض لعيبته كده عشان خاطر البطوله، ولكن نقدر نقول ان الاهلي عموما هذا الموسم يعني افضل من ناحيه الصفقات، افضل من ناحيه النتائج. الرجاء يمكن كان عنده بعض المشاكل في على مدار يعني الموسم او الفتره الاخيره، وبرده استغنى عن بعض اللاعبين طبعا ابرزهم رحيمي لما راح الامارات، لكن تبقى هي مباراه كبيره ما بين بطل دوري ابطال افريقيا وبطل الكونفدراليه. الرجاء نادي صاحب تاريخ، اكيد عندهم فلسفه معينه، اكيد هيبقى حابب ان هو يضيف لقب قاري جديد، لكن نادي الاهلي دوافعه طبعا اكبر. فكره ان دلوقتي اللقب رقم 24 ده حاجه مهمه جدا تسويقيا ومعنويا، وحته النادي الاكثر نجاحا في العالم دي لما الاهلي قدر في 2014 ان هو ياخد اللقب ده من ميلان اللي هو اصلا يعني صناعه اوروبيه زي ما بنقول كده ميلان، فكان حاجه جميله جدا وتسويقيا حتى بتعمل رواج جامد جدا، فده حاجه كويسه. دايما الناس بتربط الاهلي بيقرب من ريال مدريد الاهلي وهكذا، مع ان ريال مدريد اوروبيا نتمنى ان هو يخرج بدري بدري ان شاء الله في الفتره اللي جايه يعني، فدي كلها امور جيده. كمان بتبعد بقى اللقب العاشر في السوبر الافريقي، يعني انت فرق الضعف عن اللقب الثامن، انت فرق الضعف عن نادي الزمالك لو اربع القاب، بعد كده مازيمبي ثلاث القاب، بتبعد بتصنيفك الافريقي، حاجات كتيره جدا كمان معنويا للعيبه ان هي لما ترجع تاخد بطوله قبل الدوري، وبعدين هيبقى في ماتشين لو بطوله افريقيا اتلعبت فخلاص، فكل دي معنويا بتبقى جيده وللنادي وكل حاجه قبل كاس العالم للانديه. فان شاء الله يعني نتمنى ان النادي الاهلي يكون في حالته، نستغل الارض الجميله في الملاعب الجميله في قطر، جمهور يعني تقريبا جمهور الاهلي حجز كل التذاكر بتاعت المخصصه، يعني جمهور الاهلي وارد يتم طرح تذاكر اخرى لجماهير الاهلي، فكل دي هتبقى عوامل ان شاء الله ان شاء الله تساهم وتسهل ان الاهلي يبقى هو بطل السوبر يا رب. بس عوده الجماهير دي حاجه اكثر من رائعه، نتمنى كمان احنا عندنا دلوقتي بدا تدريجيا، بس نتمنى نرجع نشوف المشهد الحقيقي بتاع الجمهور وهو مالي يعني المدرجات. دي حاجه اعتقد بتسعدنا وبتسعد اللعيبه، يعني روح اللعيبه اصلا نفسهم بتختلف، فكره هنا التشجيع حاجه بص مش هتتعوض طبعا. شفنا المطار نفسه الناس وهي موجوده، اللعيبه واقفه، مشهد كان جميل بصراحه، بتتفرج على الجمهور وبتسمع الهتافات. فنتمنى طبعا في مصر ان الاعداد تبقى اكبر، ولكن حاليا لو قطر وبعد كده ان شاء الله لما النادي الاهلي يروح الامارات ولسه اوضاع مختلفه. يعني طبعا خلينا بقى نروح للدوريات في اوروبا، وزي ما احنا شاهدنا مؤخرا في اصابات وتاجيلات وحاجات زي كده، هل ممكن من وجهه نظرك مثلا يحصل تاجيل تاني وزي ما حصل بالظبط في 2020 شفنا يعني حاجه غير مسبوقه، هل ممكن يحصل ده تاني؟ يعني اعتقد لو مقارنه ب 2020 هيبقى صعب، يعني ده محتاج يعني حدث كبير. ما هو عندنا خلاص لسه المتحور الجديد ما تعرفش. لا يعني هم حتى طريقه التعامل، انا يعني انا بشوف في انجلترا الماتشات اللي ما بتتاجلش بتتلعب بجمهور كامل العدد، فهو لو عنده نيه ان هو يوقف البطوله كامله طب على الاقل تدريجيا يقلل اعداد الجماهير او يخلي الماتشات بدون جمهور بشكل مؤقت، ولكن هم بيعتمدوا على فكره ان الجمهور واخد اللقاح الجرعات الكامله وبيعملوا البي سي ار، لكن اللعيبه نفسهم زي ما قلنا في اول الحلقه ان هم مش كلهم واخدين لقاح كورونا. حتى كلوب كان ليه تصريح اثار الجدل، قال احنا بعد كده ممكن لما نفكر احنا بنضم اي لعيب لليفربول موضوع اللقاح ده ممكن يبقى اساسي، ان نتاكد ان هو بياخد اللقاح والجرعات التنشيطيه بشكل سليم، ولا من اللعيبه اللي رافضه، لان ده هيكون في مشكله لانه بيعمل مشكله لباقي الفريق. فاعتقد ان الموضوع هيفضل ماشي بس شويه كده ان هم ياجلوا ماتشات في ماتشات لحد ما الامور ترجع تستمر، لان ما حدش عنده استعداد يخسر فلوس تاني للامانه. ما طلع يعني بس في اوائل ظهور الكورونا لما طلع رئيس الوزراء البريطاني وقال لك ما معناه ودع اهلك ودي النهايه وحاجات زي كده، احنا قلنا الدوري هيتلغي.
ما بي ما في ما زي ما نقول ايه كل حاجه ليها حسابات تانية. احنا ممكن زي ما نقول ايه هنلغي، لكن لما نيجي نقعد على الترابيزه ونحسبها بالورقه والقلم طب ناجل ناجل بالظبط كده. هم في انجلترا حتى في انديه بتطلع، يعني تشيلسي قبل مباراته امبارح كان طالب ان هو ياجل مباراه، قالوا له لا. هم بيشوفوا حجم الاصابات عامل ازاي والنادي موقفه ايه، بعد كده يشوفوا هياجلوا المباراه. لا، مباراه استون فيلا الاخيره كان خلاص يعني باقي ساعات وتتلعب، بقى قالوا هناجل، لعبوا ماتش ارسنال هو اللي اتلعب وهكذا. فهي هم هيمشوها اسبوع باسبوع مع صحيح كمان مع المستجدات. كمان في دوريات هم هناك اجازات اعياد الكريسماس والحاجات دي، فبياخدوا اجازات، فاعتقد يعني هم ممكن بس يعدوا الفتره اللي هي بتاعه الكريسماس، بعد كده يرجعوا ويكملوا بشكل طبيعي، والمؤجلات هيشوفوا لها صرفه. ولكن هم ممكن يحاولوا يستغلوا موضوع كورونا ده عشان كاس الامم. كويس جدا. لو رحنا للدوري الانجليزي ودلوقتي ما بقاش يعني في كفه هنا وهنا، مان سيتي وليفربول مين اللي هيحمل اللقب؟ طبعا كان في مباراه قويه جدا امبارح، ف وجهه نظرك ايه؟ يعني حتى الان مانشستر سيتي قادر ان هو يستغل ان ليفربول وتشيلسي يعني وقعوا شويه. طبعا ليفربول امبارح المباراه كانت جميله جدا، ايوه، وتوتنهام فيها احداث مثيره بالزبط. واخطاء تحكيميه يعني اخطاء تحكيميه بالجمله لو الناس قاعده بتتفرج وبتتابع، وفي وجود فار في انجلترا، فلان زي ما هنقول كلها بشر فكله لازم هيغلط، ولكن الحكم يتعرض لانتقادات فظيعه. مانشستر سيتي اكتسح طبعا نيوكاسل، تشيلسي تعادل، فهي واضح ان المنافسه هتستمر للنهايه ما بين الثلاثه دول. مين الارجح يعني من وجهه نظرك في الفتره الحاليه تقييمك؟ في الفتره الحاليه مانشستر سيتي، ولكن في انجلترا دايما يعني ممكن تلاقي الدنيا فجاه بتتقلب. هي مباراه بتفرق طبعا، لان ممكن فريق يقع ماتشين الثاني يكسب ماتشين يعدي. يعني تشيلسي في فتره كنا نقول خلاص تقريبا هو اللي راكب السباق، وليفربول ومانشستر سيتي بعيد، لا دلوقتي مانشستر سيتي هو الاول، ليفربول بعد شويه، فهي اللعبه يعني بنسبه كبيره هتبقى ما بينهم. ارسنال بيحاول يرجع تاني في التراك، مانشستر يونايتد بيحاول، فكالعاده البريمير ليج هنيجي على شهر 2 و3 نلاقي في اول 6 7 مراكز في زحمه، اثنين بيتخانقوا على اللقب، ثلاثه بيتخانقوا على الشامبيونز ليج، واللي بيتخانقوا على الدوري الاوروبي، ويفضل هو الصراع المثير ده، لان هو ده واحد من اعظم الدوريات في العالم كل سنه. بنحاول نقول ان في دوريات ثانيه، ولكن لا، هو دايما دوري جاذب جدا لاي متابع بسبب اللعيبه والمدربين. يعني انا عايز اسالك سؤال شخصي الحقيقه لو تسمح لي، يعني بعيدا بقى عن الحدوته دي كلها، يعني انت لما بتيجي تتفرج على ماتشات بتقعد زي حالتنا كده تتفرج وتستمتع والسلام، ولا عينك يعني بتروح بقى للتفاصيل وتأيد ملاحظاتك ونسب الاستحواذ والنوع ده من الامور؟ هو طبعا دلوقتي ما بقاش في فكره التأييد قوي، لان خلاص البرامج اللي هي والحاجات بتاعت الاحصائيات والبرامج التحليلية كلها موجوده، فالارقام دي بتبقى متاحه. ولكن للاسف يعني في بعض الاحيان تبقى مضطر وانت قاعد بتتفرج بتشوف ان في لقطه حصلت، فتبتدي توجه زمايلك اللي معاك، طب هنشتغل على دي هنشتغل على دي. فممكن مثلا الشوط لو 45 دقيقه حصل فيه كذا حدث، ممكن تتفرج على ربع ساعه وبقيه الاحداث تتقابل. طب ده هينتقص من المتعه اللي هتحس بيها. طبعا عشان كده الواحد بيبقى بيحاول دايما ان هو ايه الماتشات اللي بتبقى وقت الاجازه بتاعته او وقت الشيفت لو انا مش موجود حاليا في الشيفت ده بيبقى افضل. ليه؟ لان بقعد اتفرج وانا قاعد على الكنبه في البيت او في مع الاصدقاء او في الاستاد، حتى لو هنا ماتشات في مصر بتفرج بمزاج والماتش بيخلص وبمشي. لكن لو الماتش شغال في الوقت بشيف، وانا بشتغل في احداث كبيره، ممكن حاجات كتير ممكن ما تشوفش الجون، يعني ممكن تبقى في جون تشوف في الاعاده. يا سلام بقى لو تشامبيونز ليج عندك 3 4 ماتشات في نفس الوقت، فاتح 3 4 تلفزيونات في المكتب عمال تروح كده، فالموضوع بيبقى صعب يعني. على كل حال يعني هو الوقت بينتهي، بس خليني اختم معاك كده بيعني رساله تفاؤل خاصه. انا ماشي حركت شويه على المنتخب، انا مش قلقان على الاهلي يعني، انا من انا الاهلي مش قلقان عليه بجد، لكن المنتخب لا ان شاء الله، بس المنتخب هو المقلق حاليا بصراحه. برضو يعني ادينا رساله كده او رؤيتك ان شاء الله امم افريقيا، وهل انت فعلا مقتنع ان اللي فات ده كان تجربه حقيقيه من كراش بس في اداء مختلف هنشوفه؟ يعني رساله امل بس. لازم يكون لا اللي جاي مش أفضل. لازم انت مقتنع؟ لا انا مقتنع، لان برضو لازم يعني قراءتك ليه يعني فتره تجارب الراجل نفسه، تجارب اغلبها ناجح مع يعني تجاربه السابقه، يعني هو مدرب كبير كسي في اي مظبوط، يعني عنده فلسفه وجهه نظر مطالبين ان احنا نحترمها، يعني بنقول وجهه نظرنا، ولكن في النهايه هو اللي يعني هو اللي هيشيل الليله اكيد.
فاللي جاي المفروض ان في 8 محترفين موجودين، هيكون في خلاص الشكل نفسه بتاع المنتخب اتعرف، هو نفسه عرف مراكز، المفروض انه عارف مراكز اللعيبه بالشكل اللي هو رسمها في دماغه. فلازم كاس الامم الوضع يبقى مختلف زي ما شفنا حتى في تصفيات كاس العالم، الاداء ما كانش وحش، ما كانش افضل حاجه ولكن كان افضل من مرحله سابقه للمنتخب. كويس. فاحنا لازم نتفائل وان شاء الله خير، ونشوف انسجام اكتر كمان على الارض بين اللاعبين. دي بالظبط، ولو البطوله اتلعبت في ميعادها يبقى ان شاء الله خير. نورتنا. ربنا يخليك. شكرا ليك جدا استاذ ايمن، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا. وخلي بالكم لسه زي ما كنا بنتكلم مع الارصاد والطقس، لسه الساعات اللي جايه برده هتشهد تقلبات شويه، فخلوا بالكم لو ما فيش مشوار مهم يا ريت ما حدش قوي ينزل يعني، ولو في مهم ولو في مهم برضه ما تنسوش. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله. باي باي.